رجعنا لكم مرة تانية ووصلنا معاكم دلوقتي لآخر فقرات حلقتنا استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة ليها علاقة بفصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، لأن السقعة بتخلي أغلبنا بيشتكي من تعب، وجع في المفاصل والعظام مع تيبس شديد في العضلات، وتحس كده بشكل عام بحالة من الخمول والكسل، وأحيان كتيرة بتوصل عند بعضنا بأننا نكون مش قادرين نتحرك كويس أو نبذل أي مجهود حتى لو بسيط. عشان كده هنتكلم عن سبب ألام العظام والمفاصل في فصل الشتاء مع ضيفنا اللي منورنا، الضيف العزيز دكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لباكس فارما. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، منورنا. أنا سعيد أن أنا بوجودي معاكم في الحلقة الثانية ليا في برنامج الحريف. الله يخليك يا دكتور. إحنا كمان مبسوطين. علاقة الشتاء بألام العظام والمفاصل والعضلات كمان. طب أنا عايز أربط حاجة كده ببعضيها، هي الفقرة دي كلها هنربط حاجات ببعضيها، بس أنا عايز أربط العنوان الفقرة اللي هي استشارة طبية باسم البرنامج. حلو. إيه الهدف من الفقرة بتاعتنا؟ إن إحنا نبقى إزاي حريفة في التعامل مع جسمنا، حريفة إزاي في التعامل مع غذائنا، حريفة في إزاي التعامل مع الدواء بتاعنا. عشان تبقى حريفة لازم تبقى عندك المعلومة. مظبوط. هو ده بقى الهدف الاساسي من هذه الفقره. ان احنا ازاي ندي للساده المشاهدين المعلومه، فيبقى بالتالي هم حريفه في ازاي التعامل مع جسمهم. حلو الكلام. يعني مثلا على سبيل المثال لما نيجي نقول مثلا ايه، خلي بالك من ضمن اسباب الكآبه في فصل الشتاء هو نقص فيتامين د. طب ليه نقص فيتامين د؟ لان احنا مش متعرض للشمس كتير. دي ثقافه، لازم تبقى حريف ازاي انك ازاي تتعرض للشمس فترات طويله، فبالتالي ده يحسن الحاله المزاجيه بتاعتك. تمام. خليني بقى اخد من مقدمه حريك، هو ليه الام العظم بيزيد في الشتاء؟ تمام. لما درجه الحراره بتقل، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان درجه حراره الجسم بتقل. مظبوط. فيبتدي سبحان الله الدم يتدفق في المنطقه الوسطى في جسم الانسان اللي هي فيها الاعضاء المهمه زي القلب زي الرئه زي الكبد زي المعده، ويبتدي كميه الدم اللي وصل العظم بتقل. فعلشان كده نبتدي نحس نشعر بالالم. عشان كده لما يجي يقول لك ايه انا عندي الم في العظم، اول حاجه بنقول له ايه؟ ده في المنطقه دي. هو ده في المنطقه دي ليه؟ لان درجه الحراره فيها بقت قليله. دي رقم واحد. رقم اتنين ان سبحان الله هتلاقي ان العظم في بينه سائل لزج. السائل ده لما درجه الحراره بتقل لزوجته بتزيد، فده يديك احساس بالام العظم اكتر. وده السبب الثاني اللي بيخلي في فصل الشتاء ان احنا بنحس بالام العظم اكتر من الصيف. وده برضو اللي يخليني اقول لك ايه، ده في المنطقه اللي متصابه عندك او اللي حس فيها بالالم. السبب الثالث زي ما قلنا في المقدمه هو نقص فيتامين د، لان احنا بنتعرض للشمس بصوره اقل، فبالتالي فيتامين د ده هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم، والكالسيوم ده هو الاساس في مكونات العظم. مظبوط. دول ثقافه. عشان كده احنا رقبتنا بين الاستشاره وانك ازاي تبقى حريف. يا سلام. يبقى لازم تتعرض بقى ازاي للشمس فتره طويله. ده اللي هنعرفه بقى. الناس بقى ممكن تعمل ايه عشان تبقى حريفه. تمام. تقدر تعيش فصل الشتاء كده بدون الم. بص حضرتك خلي بالك، هو بس انا عايز يعني اضيف حاجه، هو ما بقتش فصل الشتاء بقت على مدار السنه، لان احنا بنتعرض للتكييف، فالتكييف صحيح. ده بيقلل درجه حراره الجسم. فعشان كده هتلاحظ الناس اللي بتتعرض للتكييف فترات طويله يقول لك انا بقى عندي الم في عظمي. عشان كميه الدم اللي بتتدفق للعظم قلت. عشان كده اول نقول له روح البيت اتدفى. وعلشان كده ده يفصل لك برضه ليه الام العظم بيزيد بالليل، لان بالليل درجه الحراره بتقل شويه، فبالتالي كميه الدم اللي تتدفق للمنطقه العظميه بتقل، فبالتالي يبتدي نشعر بالالم. طيب دايما انا من مدرسه الوقايه خير من العلاج. اكيد. وسبحان الله واحنا بنتكلم النهارده على كورس من المكملات الغذائيه، ودايما بقول المكمل الغذائي هو مش العلاج، هو الوقائي. يعني انا مش عايزك توصل لمرحله يبقى عندك المشكله. لا، بما ان انا بديك مكمل غذائي يعني انا بديك صوره مبسطه من الغذاء في صوره مكمل غذائي. تمام. عشان كده لما نيجي واحنا ربطنا ما بين فصل الشتاء وما بين الام العظم، عشان كده النهارده هنتكلم على كورس العظم، وهو كورس متكامل. اصرنا في حوارنا فيتامين د والكالسيوم. عشان كده هنتكلم النهارده على اول مكمل غذائي عندنا كوقائي هو فيتامين د. فيتامين د ده اللي هو الفيتا بيكس بتاعنا، هو الاساس اللي انا ببني عليه. خلي بالك في مشكله كانت ايه، يقول لك ايه بس انا بشرب لبن كتير بس برضه عندي الم في العظم. لان انت عندك نقص في فيتامين د. ولو تفتكروا حضراتكم من 10 سنين ما كانش عندنا الاويرنس او الوعي بالنسبه لفيتامين د،
دلوقتي حضرتك اي ا ب بتروح تعمل بتعمل على طول التحليل بتاع فيتامين د، و90% من الناس في الغالب بيبقى عندها نقص فيتامين د، لان احنا بقينا نتعرض للتكييف فترات طويله ومانيش نمارس رياضه مش بصوره منتظمه، فده كله بيؤدي لنقص فيتامين د. يبقى النهارده اول حاجه عندي في الكورس بتاعنا في كورس المكملات الغذائيه الخاص بالعظم اللي هو الفيتامكس. والفيتامكس هو هتلاحظوا ان تركيز الفيتامين د فيه 2000 وحده دوليه، لان خلي بال حضرتك ان الجسم بيحتاج وحدات معينه من فيتامين د. الجسم بيحتاج في اليوم من 2000 ل 4000 المفروض ده تاخدهم عن طريق اكلك، تمام، وده ما بيحصلش او التعرض للشمس. علشان كده دايما يقول لك فيتامين د هو فيتامين الشمس، لان الشمس هي المسؤوله عن تحرير فيتامين د تحت الجلد. علشان كده تلاحظي دايما ان الناس اللي بشرتهم داكنه تلاقيهم عندهم نقص في فيتامين د اكتر من الناس اللي بشرتها فاتحه. لان الشمس ما بتوصلش بالكميه الكافيه لتحرير فيتامين د. يبقى اول مشكله احنا حليناها النهارده اللي هي مشكله نقص فيتامين د، اللي هو عن طريق ان انا بديك الفيتامكس اللي هو بالتركيز بتاعه 2000 وحده دوليه. ولو انت عايز تاخده جرعه وقائيه زي ما اتفقنا بتاخد قرص واحد في اليوم. دي احتياجات الجسم في اليوم. تمام. طب انت لو بتشتكي بقى من وجع في العظم، من خمول، من تساقط في الشعر، من ارق، من حالات اكتئاب، الناس اللي بيبقى عندها مشكله في ضوافرها، الناس اللي بيبقى عندها مشكله في عمليه الحرق، يقول لك انا بعمل انظمه غذائيه كتير بس ما بخسش، لان هو عنده نقص فيتامين د. ده ياخد قرصين مع بعض من الفيتامكس. دكتور في ناس كتير تقول لك انا ليه اخد مكملات غذائيه ما انا ممكن اكل واخد كل العناصر من الاكل. على فكره لو هو بياكل وبياخد العناصر الغذائيه المطلوبه وعمل التحليل بتاعته وما عندوش مشكله ما ياخدش المكملات الغذائيه. لا بس ما عمره ما انا يعني ايوه ما حضرتك رديت عمر ده ما هيحصل عمره ما هيحصل. ليه؟ لان احنا خلي بالك احنا نفتقد الثقافه الغذائيه. يعني مثلا حد عارف ان مثلا من ضمن المصادر الاساسيه الفيتامين د عصير البرتقال، صفار البيض، زمان كانوا يخوفونا من صفار البيض، الاسماك الزيتيه، احنا ما عندناش الثقافه دي. فعشان كده تلاقي معظمنا التعرض للشمس، وتعرض للشمس برضو ده مش في اي وقت، لازم وقت الصبح او وقت الغروب. كل دي ثقافه احنا نفتقدها. فاحنا عشان كده بديك فيتامين د في صوره مبسطه من صوره المكمل الغذائي. انما لو انت عندك الثقافه وبتعملها انت مش محتاج تاخد فيتامين د. انما لو ما عندكش ورحت عملت التحليل او بتشتكي او ما بتاكلش الاكل بتاعك يبقى لازم تاخد الفيتامكس عشان ما يحصلكش كده. حلينا مشكله الاساس الفيتامين د. احنا اتفقنا ان عظم الانسان هو الاساس فيه هو الكالسيوم. تمام؟ عشان كده واتفقنا ان الكالسيوم ليه العظم بيزيد في الشتاء الامه عشان كمية الحرارة اللي بتوصل للعظم قليلة. اوكي. مع العلم بقى بالإضافة كمان إن احنا ما بناخدش جرعات الكافية من الكالسيوم، على فكرة الكالسيوم حاجة تراكمية. يعني مش مثلا أنت قعدت يومين ثلاثة ما تاخدش كالسيوم فهيبقى عندك نقص في الكالسيوم، هي المشكلة هي مع الزمن. عشان كده تلاقي على ال 30 وال 40 وال 45 تبتدي تظهر مشكلة نقص الكالسيوم. فاحنا عشان كده لما بديك المكمل الغذائي اللي هو المكمل الغذائي الثاني بتاعنا اللي هو سيدي زيت باكس اللي هو موجود فيه الكالسيوم في صوره الكالسيوم ساتريت، بقول لك خده كحاجه وقائيه. لان انت ما بتاخدش الثلاث وحدات اللي المفروض تاخدهم من الالبان اللي هو ثلاث كوبايات لبن في اليوم، ده ما بيحصلش. عشان كده هتلاقي مع وخاصه بس تلاقي السيدات مع فتره انقطاع دور الشهر بتلاقي المشكله دي بتظهر عندها اكتر من الرجاله. فالمفروض ان انا بقول لك بمجرد انت ما تعرف تبلع يبقى تاخد الكالسيوم في صوره السيدي زيت باكس، وتركيز الكالسيوم فيه 1350 مللي جرام. موجود في صوره الكالسيوم ساتريت دي على فكره برضه مهمه جدا، لان معظم الناس اللي بتاخد الكالسيوم تشتكي يقول لك انا عندي قرصه في المعده. هو مش من الكالسيوم، هو الصوره الكالسيوم محطوط فيها، محطوط في صوره الكالسيوم كربونيت تقيله. دي بتعمل قرصه في المعده وساعات بتديك احساس بالقيء وممكن تعمل لك امساك. الكالسيوم ساتريت اللي محطوط فيه السيت زيت بيكس الكالسيوم فيه ده ما بيأثرش في المعده ولا بيتأثر في المعده وزي موجود عندنا على الشاشه. وخلي بقى حضرتك في الامريكان والاوروبيا العيان او مش عيان بيدوك بروتوكول كوقائي قرص واحد تاخده في اليوم بس في صوره الكالسيوم ساتريت. يبقى احنا تحلينا مشكله النقص فيتامين د وحلينا مشكله نقص الكالسيوم. مظبوط. خلي بالك حضرتك برضو من ضمن الاعراض اللي بتزيد قوي يقول لك انا مفاصلي وجعاني. مفصل ركبه، مفصل حوض، مفصل كتف. وعلمونا ان تعريف المفصل هو اي عظمتين بيلتقوا ببعض عن طريق الاربطه وبينهم غضاريف وبينهم السائل ده بيسموه مفصل. اوكي. والغضاريف هنا بتشتغل كانها وساده او مخده عشان تمنع احتكاك العظم ببعضه. تمام. عشان كده احنا حلينا هذه المشكله. الناس اللي بتعاني من الام المفاصل او مش عايزه توصل مرحله الام المفاصل ان انا بديك المكمل الغذائي التالت بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس، وحتى من اسمه جوينت حاجه خاصه بالمفاصل.
عباره عن بقى الجوينت ميكس ده عباره عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. عباره عن كلوكوزامين بتركيز 500 مللي جرام، وعباره عن كوندروتون تركيز 100 مللي جرام، وعباره عن هيرونيك اسيد تركيز 50 مللي جرام. الثلاثه دول الجسم اوريدي بينتجه، بس هو اللي بيحصل مع العادات السيئه الخاطئه والحركات العنيفه وانك ازاي ممكن تشيل حاجه، وخاصه ستات البيوت او اللي بيلعبوا رياضه بس ما بيلعبوش تحت اشراف حد متخصص. مظبوط. ايه اللي بيحصل؟ ان الماده اللي تفرز دي ما بتبقاش كافيه ان هي تعوض الاربطه، مشاكل الاربطه والغضاريف. اوكي. لان الثلاث مواد اللي هم المسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف وصوره حركه المفصل. عشان كده انا حطيتهم في ايه؟ في صوره في مكمل جوينت بيكس. اه. بيعملوا ايه الثلاثه دول؟ هيرويك اسيد ده اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف، اللي احنا اتفقنا ان هو مع الحركات الخاطئه السائل ده بيقل، وده بيخلي الغضاريف تتاكل فنخش في خشونه الركبه. اه دي مشكله. ودي بقى خشونه الركبه دي مشكلتها كمان في تغيير المفصل، وعمليه مكلفه جدا. الكلوكوزامين والكوندروتون دول مسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف. يبقى النهارده انا جددت لك الاربطه والغضاريف، سهوله الحركه، وحافظت على العظام. بس الجوينت ميكس ما اكتفاش بكده وبس. حط لك مستخلص الاناناس. مستخلص الاناناس ده هو المسؤول عن التورم اللي بيحصل في منطقه المفصل. اوكي. في بعض الناس لما بيبقى عندها مشكله في المفصل تلاقي الحته دي ورمت عنده. فانا حطيت لك مستخلص الاناناس اللي هو مستخلص البروملين اللي هو بيخفف التورم. في بقى اخر حاجه موجوده في الجوينت ميكس عندنا اللي هو مستحضر الجنجر او الزنجبيل. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيخفف الالام وبيحسن كفاءه الدوره الدمويه في منطقه المفصل، ودي بيعالج لك مشكله درجه الحراره لما بتقل. لما درجه الحراره بتقل ايه اللي بيحصل؟ الدوره الدمويه في منطقه المفصل بتقل، فوجود الجنجر او الزنجبيل في الجوينت ميكس بيحسن من كفاءه الدوره الدمويه في منطقه المفصل. عشان كده بنقول ان هو عباره عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. عباره عن كلوكوزامين والكوندروتون هيرونيك اسيد ومستخلص الزنجبيل ومستخلص اللي هو البرومالين او مستخلص الاناناس، سهوله الحركه، تجديد الاربطه والغضاريف، صحه العظم، اخر حاجتين ان هو مسكن للالام ومضاد للتورم. حلو قوي. هو احنا دايما حتى الجنزبيل والقرفه بناخدهم كده كحاجه بتنشط الدوره الدمويه فعلا وبتسخننا. حضرتك لو دخلتي وكتبت على جوجل ايه اهم فوائد الزنجبيل هيجيب لك من اهمها هو الحفاظ على صحه المفصل والغضروف، وبيحسن كفاءه الدوره الدمويه. طيب يا دكتور خلاص احنا هنقتنع بموضوع المكملات الغذائيه لانه فعلا مهم ومحدش فينا بياكل مظبوط. السؤال الاهم بقى، احنا مش عايزين ندفع كتير، احنا مش عايزين حاجه مكلفه. أيوة. عايزه اطمن الجمهور بالنسبه لسعر الكورس. ده سؤال في منتهى الاهميه خاصه في الحاله الاقتصاديه اللي الناس كلها بتعاني منها. حضرتك في حاجتين، اولا الكورس ده بيمنع عني مشاكل كبيره جدا تغيير المفصل، هو ما ادراك بتغيير المفصل. ثانيا هو الكورس سعره مور اكونوميك، اقتصادي جدا. وخاصه لما تقارن الكورس ده بمثيله من الحاجات التانية المستورده. اوكي. فهو انا بطمنك تماما سعره مناسب جدا جدا، وعلى فكره الكورس بيكفي شهر. حلو قوي. حلو قوي. بيكفي شهر. بيكفي شهر كعلاجي كمان مش وقائي. لان احنا اتفقنا انا لو هاخد كوقائي هاخد قرص واحد من الفيتابيكس بعد الفطار، وقرص واحد من السيتيزيت بيكس اللي هو الكالسيوم بعد الغداء، وقرص من الجوينت ميكس بعد العشاء. ده لو وقائي. اوكي. وانا افضل ان احنا ناخده كوقائي. طيب لو علاجي، انت بتشتكي بقى من سوء طقطقه في الركبه، من الم في العظم، بناخد قرصين من الفيتابيكس بعد الفطار، قرص من السيزيت بيكس بعد الغداء، قرصين من الجوينت ميكس بعد العشاء. والب مالتي فيت بقى. الالب مالتي فيت ده حضرتك بقى ده انا بعتبره ثوره وثروه في مجال المالتي فيتامينز، مجال المكملات اللي هو الفيتامينات والمعادن. لان حضرتك ده فيه 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن المهمه اللي الجسم بيحتاجها. حاجه زمان لما مثلا تروح عايز حاجه للمناعه الدكتور يروح كاتب لك زنك، تروح تشتري الزنك لوحده. بالظبط. فيتامين سي تروح تشتري فيتامين سي لوحده. عند حضرتك مثلا سي فيتامين بي تروح تشتري فيتامين بي لوحده. لا، هو جمع لك كل الحاجات دي في قرص واحد بتاخده بعد الفطار. فوليك اسيد اللي هو الخاص بالانيميا، في الزنك الخاص بان هو بيرفع بيحسن من كفاءه الشعر وبيقوي المناعه، في فيتامين سي اللي هو بيحسن من نضاره البشره ان هو بيحسن من تجديد الكولاجين وكمان بيرفع من كفاءه جهاز المناعه، في مجموعه ب كلها بي 1 و2 و3 و6 و5 و12 دول خاصين بان هم للاعصاب
وكمان بيساعدوا في حته الميتابوليزم او حته اللي هو تمثيل غذائي للكربوهيدرات. في الكبر اللي هو النحاس، النحاس ده بيحسن من كفاءه الغده الدرقيه، وده من ضمن الحاجات اللي بتعالج حته الخمول، وكمان بيحسن معدات الحرق وبيقلل من عمليات اللي هو الشيخوخه المبكره، بيقلل من ظهور عمليات الشيخوخه المبكره. ازاي ممكن الناس بتتفرج تحصل على الكورس ده؟ حلو قوي. ده بقى على فكره ده بقى اهم سؤال. ليه بقى؟ اولا ارقام التليفونات اللي موجوده دي موجوده على الشاشه، بس هي مش قصه برضو في ارقام التليفونات. حضرتك بتتصل، فريق طبي متخصص بيرد عليك، بيسالك بعض الاسئله عشان يحدد لك الجرعه بالظبط اللي انت تاخدها. اوكي، كل حاله على حده يعني. ومش كده وبس، بيتعمل لك فايل كامل وبيتم المتابعه معاك عن طريق التليفون كل اسبوعين او كل اسبوع. ايه الاخبار؟ الدنيا مشيت معاك ازاي؟ خدت ايه؟ ما خدتش ايه؟ يعني احنا بنحاول ان احنا نقدم خدمه للساده المشاهدين بحيث ان هم يبقى عندهم صحه كويسه في العظم. صح صح ان شاء الله. طيب حلو، نطمن برضو الجمهور، هل الكورس بيناسب كل الاعمار؟ تمام. بيناسب اصحاب الامراض المزمنه؟ خلي بال حضرتك، هو مش عايز اقول لك، هو طبعا بما انه بنتكلم على مكملات غذائيه فهو بيناسب جميع الامراض. حتى انت حضرتك على سبيل المثال مثلا عندنا مرض الكلى اللي هو مرض مزمن، هو اوريدي بياخد الكالسيوم. هو بيروح بيقول له انا باخد الكالسيوم، هيقول له الجرعه دي تمام، يظبط له الجرعه. وعايز بس اقول لك على حاجه اخيره، ان كمان الكورس ده موجود في بعض المستشفيات الكبرى في محافظات القاهره والجيزه واسكندريه، وده دلاله على الثقه في الـ 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 الكورس ده. كورس امن ومعتمد. مستخدم. وكل مستخدم. حاجه. احنا بنشكرك جدا يا دكتور. اشكرك انا شيء جدا، افدتنا وان شاء الله نكون فدنا الجمهور. لا كمان ان شاء الله تعالى نحتفل بكره بفوز النادي الاهلي. لا يا رب ان شاء الله. نشكر حضرتك جدا، نورتنا. للاسف خلصت حلقتنا. عايزين ننوه اننا بكره هيكون معانا حلقه خاصه جدا واستثنائيه طبعا عشان مباراه الاهلي واوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه، فاستنونا بكره في حلقه خاصه عن المباراه. باي.